برحب بحضراتكم من جديد. فقرة الصحافة كل يوم جمعة بتكون فقرة سخنة جدا، أسخن من فقرة هيثم عرابي، عشان فيها اتنين من النجوم كده ومن كبار نقادنا. طب ليه بتخبط هيثم عرابي ليه بس؟ هيثم كويس بتخبط ليه؟ تقول أقوى وبتاع. لا لا سخنة سخنة أكتر. سخنة أكتر. سخنة أكتر ماشي. طب أنت كده حرقت لي المفاجأة يا جماعة، أنا جايب لكم محمد عداية على الهوا. أنا برحب بيه. ازيك عمر عامل إيه؟ وجايب لكم الأستاذ عمر الأيوبي كمان حرقه على الهوا. أستاذ عمر إزي حضرتك؟ حبيبي كله تمام؟ الله يخليك. ربنا يخلي حضرتك. أنا دايما يعني بقول سخنة عشان فيها نار ونقيش. يعني فيها دايما. لا بالعكس الدنيا هادية خالص. لا يعني إحنا بنتكلم مثلا إيه ممكن نريح. أسأل حضرتك سؤال يقول لك أنا متفق معاك يا صاحبي بس عندي اختلاف في نقطة واتنين مثلا. فأنا أول سؤال كده على القهوة كده. ماتش الباسكت مين غلطان؟ إيه رأيك؟ ماتش الباسكت مين غلطان؟ سخنه قوي سخنه واحد. اهلي ولا زمالك؟ الاهلي بيعرف يستفيد، فاهم؟ بس هتيجي تتكلم على المنطق، هو دي الماتشات كده، واي ماتشات بدون جماهير بيخش جماهير وبيخش ناس. وزي ما حازم امام الكبير قال لك كابتن محمود الخطيب لو موجود في الملعب محدش هيقدر يتكلم يقول له اطلع عيب، صح كده؟ حد يقدر يقول له زي ما الناس بيقولوا شيكابالا كان لازم يطلع. انا شايف الاهلي عملها بشكل لكن في كل الحالات يعني شيكابالا رمز الزمالك زي ما كابتن خطيب رمز الاهلي. شيكابالا ولاعيبه الكوره وطول حياتها كده اصلا بجماهير بغير جماهير، نجوم الكوره بتخش وبتقعد ماشي، والطبيعي جدا يخشوا وطبيعي جدا يكونوا متواجدين ويتفرجوا عادي جدا، والدنيا كانت مفتوحه والدنيا كانت هاديه ولطيفه في حاله. يعني جت تعليمات ليهم ما تعرفش ايه اللي حصل، قال لك يستفيدوا من النقطه ديت، فاهم؟ خاصة يعني الامور كانت ماشية في سكة ان هو ممكن يعني الزمالك يبقى افضل او حاجة. المهم في كل الحالات يعني السرعة اللي خدت فيها قرارات مش حلوة. مش حلوة وادت ايحاء ان الزمالك بقى ضعيف. بشكل بختصر لك الموضوع. خلاص انت فهمت. طيب يعني هل يعني الكلام ده في وضع تاني قبل كده ما كانش يحصل. في وجود المجلس السابق ما كانش يحصل الكلام ده. لا وجود مرتضى منصور ما كانش يحصل كده. يعني انت معلش نكون واضحين، يعني انت في الوجود قبل كده مجلس قوي مش هيحصل كده. ماشي. القصه مش قصه بقى تطلع بعديها وحد من اللجنه يقول لك احنا مش هنلعب ومش هنلعب ماتشات وهنعمل وهنعمل، والزمالك لعب عادي والماتشات لعب عادي لا، هو الصح اللي انت تاخد القرارات الصح وتدافع عن موقفك صح هيبقى ليك قوه. لكن تبتدي تاخد تصرفات غلط وتقع في الغلط بتاخد قرارات عليك سواء صح او غلط وانت تبقى ضعيف، لا. فاهم؟ لا الزمالك انا شايف الزمالك بيتم التعامل معاه دلوقتي بشكل مش بنفس ما فيش هدايا في التعامل، يعني اتحاد السله حتى سرعه القرار ثاني يوم بسرعه دي مش لطيفه عادي، يعني ما كانتش حلوه خالص. رايك ايه؟ لا طبعا الزمالك مش افضل ولا حاجه، الزمالك خسران من الاهلي اخر ماتش في لقاء طبعا كل يعني تقريبا الناس كلها شافته، كان لقاء مذيع حتى على التلفزيون. والاهلي فاز وفاز بشكل مميز جدا، وطبيعي الزمالك ما كانش مرشح ان هو يفوز بالمباراه طبعا ولا حاجه، الاهلي طبعا ند وند قوي جدا، بدليل ان اخر مباراه بين الفريقين اخر مباراه اللي هي ما عداش عليها اكتر من 10 ايام الاهلي كسب. قصه الحضور الجماهيري كان فعلا في حضور جماهيري، احنا شفنا الصور شفنا الفيديوهات، هل ده بيخالف اللائحه ولا ما بيخالفش اللائحه؟ بيخالف اللائحه. الزمالك هيقول لك طب ليه الزمالك سمح، يعني الزمالك وافق في صاله الاهلي على حضور جماهير، مشكله الزمالك مش مشكله الاهلي. يعني ده حصل طبعا اكيد الفرق كان كبير جدا في الاعداد. يعني المباراه دي انا كنت في لا العدد كان قليل العدد كان قليل بس لا انا كنت في الصاله بس هو قريب عليه بيتكلم صح انا كنت في الصاله انا بس اقول لك بس كده انا كنت في الصاله في صاله الاهلي العدد كان اقل بكتير، ومع ذلك هفرض ان العدد كان مساوي او حتى اكتر تمام ما استخدمش اللائحه ليه؟ تمام. اللي مين يستخدم اللائحه؟ الاهلي. طب هل الاهلي يحق ليه؟ يحق ليه، لان المفروض المباراه دي من غير جمهور. تمام. اذا بعيدا بقى عن قصه شيكابالا اللي انا باكد لك اهو من هنا ان الاهلي ما اعترضش خالص على وجود شيكابالا ولا استاذ العمري فاروق ولا اي حد تاني اعترض على وجود شيكابالا او وجود اي لعيب. بس بقى في انا عندي سؤال مهم جدا، هو شيكابالا بيعمل ايه في الملعب؟ يعني ده شيكابالا بيعمل ايه في مباراه زي دي؟ انا مش فاهمها. نجم في الزمالك ورايح يلعب زمالك. لا لا احنا مش متعودين خالص من لعيبه الكوره على كده بقى لنا فتره كبيره. غير كده كمان انا مش شايف حتى ان فكره ان انت انا شايف بقى الموضوع بشكل تاني خالص. اولا ما انا اقول لك بس مش تمام تمام انا اقول لك انا شايف الموضوع ازاي. كتير جدا بدون لا لا تمام بتحصل بيحضروا بتحصل بس لما يكون في مشكله يخرجوا. بس انا بس يعني هو الحكم كان يخرجوا لا ما كانش يخرجوا لا هم ما رفضوش هم يخرجوا لا هم ما خرجوش كانوا خرجوا وحلوا المشكله هم ما رفضوش ان هم يخرجوا لا هو اساسا المشكله مش فيهم هو الاهلي كان خلاص خد الموضوع على مش هنلعب لا هي المشكله مش فيهم عشان هو المشكله مش فيهم هم المشكله في الجماهير ان كان في جماهير كتير. بس انا بس بسال حاجه انا النهارده مش عاجبني فكره اللي هو ايه انا النهارده مش قادر اكسب في الكوره او مش قادر اعمل نجاح في الحته بتاعتي اروح رايح انط على حاجه مثلا ممكن يكون هو شايفها ناجحه شويه تمام رايح الصاله ورايح ماتش زي كده انا مش شايف لها اي مبرر. طب اوكي رحت
بالصدفه او رحت ان انت كنت موجود بالصدفه او رحت عشان تشجع زي ما بنقول، اوكي لقيت في مشكله اطلع بره. يعني انت دلوقتي خسرت النتيجه في النهايه. ممكن اقول لك على حاجه، النتيجه في النهايه بس هو معلش على الحته دي معلش عمر، النتيجه في النهايه ايه؟ النتيجه في النهايه ايه؟ ان شيكابالا هنقول يعني ان شيكابالا واللي حضر اللي هم ما كانش ليهم حضور وحازم واوباما اه لا والبعض الجماهير اللي هي ما كانش ليها حق الحضور تسببوا في خساره الزمالك المباراه. انا عايز اقول لك على حاجه يا عمر بسيطه جدا حضرتك ممكن تعقب عليها. هل حضرتك ما كنتش شايف ان ممكن شيكابالا ونجوم الزمالك المحترمين اللي على راسي اللي طبعا ما اقدرش ان انا اتكلم عليهم ربع كلمه، مش ممكن مثلا يعني المباراه تبدا وهم يعني يخشوا كده يعني عايزين يتفرجوا على الماتش من بعيد لبعيد كده يقعدوا يتفرجوا، ولا ما كانش ممكن يحصل حاجه زي كده؟ الدنيا كانت متاحه، انت فاهم قصدي صح؟ والامور كانت ماشيه هادي ماشي، بس انت فاهم قصدي صح؟ الصوره اللي نزلت قبل الماتش دي اللي ولعت الدنيا. ليه؟ الصوره اللي هو متصورين مع 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 لعيب الزمالك لقوا في الملعب وبيلعبوا باسكت في الملعب، ده اللي انا بتكلم فيه. لقوا باسكت في الملعب انت عارف حضرتك لا مش دي اللي ولعت الدنيا. اقول لك انا اللي ما تعرفوش اه ماشي، انا عايز اقول عدد من الجماهير دخلت وابتدى يهتفوا هتافات ضد اداره الاهلي بشكل معين اثرت غضب بعض مسؤولي الاهلي كانوا موجودين، اثروا حقك طبعا. يعني حضرتك تقر وتعترف ان جمهور الزمالك الموجود في الملعب هو ده هو اللي بعده كان موجودين يعني ده هي دي متفقين كان في عدد يعني قرارات صحيحه قرارات صحيحه الاتحاد اللي النادي الاهلي استند عليها اللي هو قال لك مش هلعب طول ما في جماهير، وفي نفس الوقت اللائحه بتقول لو في جماهير في الملعب لازم نتفق على حاجه. ماشي نتفق. بص انا متفق معايا جزء اللي هو ايه؟ الزمالك كان لما راح ماتش الاهلي كان قال مش هلعب لما ماشي انا متفق معاك واحد زياده ماشي حقي وان انا لازم اتمسك بيه ما اتمسكش بيه مسك في دي بس لازم نتفق على الماتشات دي مذاعه وبتسجل والاتحاد السله بيشوفها والمسؤولين بيشوفوها، طالما فوتت دي فوت دي وخلص الموضوع. الماتش اتاجل عشان حصل مشكله ما حصلش مشكله كان الطبيعي بتاعه يتعاد يتعاد يعني لكن 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 يعني الزمالك ما يعتبرش مهزوم والاهلي يعتبر فائز وغرام على الزمالك. ده ممكن مش اللايحه. لا لا ما هو ده مش اللايحه، ده مش ده في اللايحه مش موجود. النهارده الفريق اللي هيخترق قصه الجماهير المباراه بيحسب مهزوم، هي اللايحه بتقول كده. غير كده كمان القصه بتاعت المباراه الاولانيه على فكره الزمالك ما اشتكاش ما حصلش اساسا شكوى من ما هو الزمالك لعب، ما هو الزمالك لعب بقى خلاص هو خلاص مش حقه. اذا خلاص ما نجيش اللوم على حد، انت النهارده اللي كنت موجود في الملعب وانت المفروض المتضرر من حاجه زي كده ما اتضررتش. ده لو هنفرض ان العدد كان زياده، مع ان انا باكد لك ان العدد كان طبيعي يعني انا ده في الماتشات الطبيعيه، بس في العدد في صاله الزمالك لا. بس يا خلي بالك ان ده كان مسموح كان لحد مباراه سموحه عادي، بس انت بس عمر بس عمر عمر احداث مباراه سموحه واللي حصلت هي دي اللي خلت الموضوع اي نادي يقول لك لا انا مش عايز جمهوره والناس تطلع بيبقى معاك صحيح مظبوط. يعني حصلت احداث في مباراه سموحه في كره السله عارف كده انا مش عارف تمام، والمباراة وقفت كتير جدا وكان في مشاكل واعتراضات وجهاز فني وكان في الفاظ، فالناس قال لك بعد كده مفيش جمهور عشان نريح الدنيا كلها. هقول لك على حاجة، انت هي المباراة بدون جماهير لما بتروح تلعب ماتش في واحد نادي بيتساهل ويخلي الدنيا تمشي، في نادي يقول لك لا هو بعد اللي حصل في ماتش سموحة الناس دلوقتي رفضت خلاص. لا هي بشكل عام هي سلة ويد وكرة وقسم تاني، وانت شفت مثلا لما مثلا نادي بيطالب بيقول مفيش جماهير الامن بينفذ صح، في نادي بيعديها خلاص طيب هو بيتحمل بقى. طيب هل عندنا اي تعليق نقوله على موضوع السله قبل ما اخرج من السله للكوره؟ احنا اول مره نتكلم. طيب علاقي موضوع احمد فتحي، انا اتكلمت في جزئيه كبيره مع عيسى معرابي لكن انا عايز اعرف رايك وراي الاستاذ عمر في موضوع اسم احمد فتحي. الموضوع اخذ اكبر من حجمه وتسريبات كتيره جدا وقرارات والماستر وبيراميدز ينفي وكابتن هاني سعيد يتكلم يقول ما فيش حاجه بيني وبين احمد فتحي، لكن انا اتكلمت عن الموضوع وقلت ان المباراه كابتن هاني سعيد مطرب الخبر اساسا. نعم كابتن هاني سعيد مطرب الخبر، هاني سعيد اللي مصرف خبر اكيد مشكله فتحي. طبعا اكيد طبعا ده مدير المدير كنا شاطر يعني 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 الكابتن هاني سعيد. انت قلت انت قلت جزء من الموضوع هو اللي مصرف الخبر وانا عايز اقول لك بس ليه انت حضرتك عرفت الخبر ولا لا؟ طب ممكن في بس كواليس كتير. انا طب ممكن اقول لك انا هقول لك في كواليس كتير قوي يعني زي ما انت قلت ان في حاجات تتقال وحاجات ما تتقالش صحيح. احنا عارفين 100% بس بنقول 50% فريق الافريقي بيراميدز كان بيلعب ورا الارض، فتحي ما كانش بيلعب اساسي تمام، نزل بديل بعد المباراه كان متضايق من عدم مشاركته اساسيا وحصل مشكله مع دونجا شاط الازازه وكملت لحد اوضه اللبس شوط اللبس بس تمام سفر المغرب يعني وحصل مشكله مع كابتن هاني سعيد ومشاده قويه جدا جدا دخل عشان يهديه يقول له ما يصحش تتكلم كده مع دونجا، فالكلام ما عجبش احمد فتحي مظبوط وتم يعني زي ما بيقولوا كده التواصل مع احمد فتحي من مسؤولين في النادي بيراميدز منهم طبعا كابتن احمد حسام ميدو المتحدث باسم النادي اللي برده كابتن احمد فتحي ما يعني ما حبش ان هو يتدخل في الموضوع، وكابتن فتحي احمد فتحي اصر على المعامله ديت لان هو راجل شايف ان هو من حقه يلعب اساسي وان هو عنده مشكله مع الجهاز الفني وخصم منه مكافاه الفوز طبعا بعد اللي حصل ده كله اداره النادي قررت
طبعا مكافاه في بيراميدز 50000 جنيه في الماتشات بره الملعب الافريقيه، الافريقيه بره الملعب 50000 جنيه وجوه الارض ب 25000 جنيه. خصموا له المكافاه ديت. طبعا ده برده ضايق احمد فتحي بشكل كبير جدا جدا برده. هو شايف ان هو راح بيراميدز في الاساس بعيدا عن قصه الفلوس، هو رايح ان هو رايح يلعب اساسي وعشان منتخب مصر. هو الفتره الاخيره ولا بيلعب اساسي ولا راح منتخب مصر، فده طبعا عامل لاحمد فتحي ازمه كبيره جدا. انا شايف ان هو ليه الحق فيها ان هو يبقى متازم نفسيا. ممكن يكون طبعا في تصرفات ممكن تكون زياده او خارجه عن المالوف، بس هو ليه حق ان هو يكون حابب ان هو كده. بس خلينا بقى نتكلم عن بيراميدز واداره بيراميدز اللي بتعمله اداره بيراميدز. لا واضح ان في مشاكل وازمات، واضح ان مفيش اداره خالص. انا النهارده بتكلم على مشكله مع المهدي سليمان، وبتكلم مشكله مع رجب بكار عبد الله، وبتكلم مشكله مع عبد الله بكي، وانتظر بقى مشكله خلال الايام الجايه دي مع محمد فاروق، ومشكله كبيره جدا مع محمد فاروق، وافتكر كلامي ده كويس قوي. وكان في مشكله مع عبد الله السعيد ما طلعتش في الاعلام، وكانت مشكله كبيره جدا وكانت هتتطور. عمر جابر ازمه الشاره، وازمه الشاره بتاعت عمر جابر. بص انا بقول لك، انا بقول لك كلام معلومات وتفاصيل في اوضه اللبس، يبقى حد يطلع كدبها. يعني عايز اقول لك على حاجه. طب هم عشان كده جابوا ميدو؟ انا اقول لك بس. لا ماله ميدو ده؟ لا كابتن احمد حسام ميدو راجل متحدث اعلامي. ولا جايز جابوا ميدو عشان متحدث اعلامي. بس انت دلوقتي عندك مشكله في اوضه اللبس اصلا. بس كمان عمر، بس كمان عمر، كلها فرقه النجوم كلها محتاجين حد. لا لا تمام تمام، انا بتكلم في كده. يبقى جابوا ميدو عشان كده؟ ما عندكش ولا ظابط، ولا عندك رابط، ولا عندك اداره، ولا عندك مدير كوره، ولا عندك حد قادر يسيطر على الفرقه، ولا عندك مدير فني. هو كان ممكن، خلي بالك كل ده ما يتواجدش لو في مدير فني قوي. يعني لو في مدير فني النهارده قوي يقدر يشيل اوضه لبس زي دي. يعني المهندس ممدوح عيد مش ما بيعرفش يسيطر على كل دول؟ لا ولا ممدوح عيد ولا هاني سعيد، مع احترامي طبعا ليهم، ولا كابتن زيزو، ولا لا كابتن زيزو اساسا دي مش موضوع، وده هو راجل فني. يعني انا بتكلم ولا اروى برينا ما يقدرش. لا اروى برينا ايه؟ ما انت شايف ولا الاداره اللي خلي بالك احنا كمان المشكله بتاعت علي جبر وعبد الله سعيد. لا 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 حاجه صعبه جدا. خلي بالك النهارده يعني بيراميدز ده اول ما انشئ عشان ياخد البطولات ومنافسه الاهلي والزمالك وميزانيه اكبر كتير جدا. احنا بنتكلم في الكلام ده بقى لنا كتير جدا. انت بتتكلم في عصر ثاني برضه، عصر ايه؟ عصر ايه؟ عصر ايه؟ انا يعني ممكن اعرف عصر ايه حضرتك قصدك؟ احنا دلوقتي احنا اتكلمنا على مشاكل الموجوده في بيراميدز، هو قال وجهه نظره في الموضوع. حضرتك شايف ازمه احمد فتحي؟ انا بس عايز اتكلم احمد فتحي. يعني عايز اتكلم احمد فتحي بقى. برضه انا مش عاجبني بعض التصرفات منه. يعني انا قلت لك ان هو عنده حق في قصه ان هو يطالب ان هو يلعب وكده، بس هو عنده حق حاجات برضه تصرفات. فكره ما عندوش حق ولا عنده حق؟ لا في دقيقه ما عندوش حق. يعني اتكلمت في قبل كده هو كان ممكن يكون عنده حق فيها. اللي جاي بقى النهارده فكره التلويح بمثلا شاير صوره مع مهدي سليمان عشان يعني انت شايف التصرفات دي ايه؟ لا شايفها ما تطلعش من احمد فتحي. يعني مش طبعا في اخطاء كبيره جدا من بيراميدز، وفي اخطاء قويه جدا من اداره النادي معاه، انا معاه جدا. بس فكره والتلويح بتشيرت الاهلي، وفكره ان هو ممكن الناس بتستفزه عراقي وبتسرب له اخبار ان هو هيمشي عراقي. مش انا ده برضو، ما انا بقول لك مش انت بدات، انا بقول لك هو عنده حق بس طيب. في تصرفات. لا ما هو فكره النهارده انت تتعامل مع جمهور الاهلي تاني، فكره انت ترجع الاهلي تاني ده امر مرفوض. انت برضه كنت بتتكلم مع هيثم في القصه ديت، بتتكلم ان ممكن لا احمد فتحي يرجع. هو احمد فتحي مش هيرجع الاهلي. هو برافو عليك، هو فاهم، هو فاهم الموضوع غلط. لا ما هو فاهم بقى، احمد فتحي اللي فاهمه غلط. هو مش هيرجع الاهلي. بص فكره ان هو يرجع الاهلي دي مستحيل. اقول لك على حاجه، انا بيعجبني احمد فتحي في حاجه، ان هو واضح. يعني هو من وهو في الاهلي، ان هو في الاسماعيلي واضح، عشان كده التصرفات دي ما تقلقش. عايز اروح الاهلي، راح الاهلي في عز ما هو متعلق مع الاهلي، جاله عرض القطري، ساب الاهلي في عز الاهلي محتاجه وراح قطر عشان عرض مالي كويس، وراح ورجع. لما جاله بيراميدز كان واضح برضو، واول واحد خلص لو انت فاكر صحيح. قبل النبي شريف اكرام اللي نزل صح، وقبل رمضان وقبل كله اول واحد خلص صحيح. بس هو حظه في حاجه واحده بس، ان هو الاهلي طبعا يعني موضوع رمضان ده كان صدمه كبيره في الاهلي، وطبعا تبعها انت وابيعها طبعا موضوع شريف اكرامي. كان الواضح جدا الاهلي، بص الاهلي بشكله باعلامه كله عايز يبين للناس ان احمد فتحي ماشي بشكل كويس، هو ابن النادي وماشي كويس. لكن رمضان صبحي ده اللي هو ايه، هرب، اللي هو نكر جميل، اللي مش عارف ايه، وشريف اكرام الخاين اللي ساعده على الهروب مثلا. يعني بقى المشهد ده هو اتصور لاحمد فتحي الجزء اللي هو بيقول لك عليه الاعلامي، ان هو خلاص ممكن يرجع الاهلي عادي جدا، ان الجماهير تقبل الفكره. لا الاهلي مش تقبل الفكره دي، انك برضه سيبت الاهلي عشان فلوس. حتى لو في جزء من جماهير متقبل الفكره دي، اداره الاهلي مش تقبل. عشان دي عشان بص، عشان السياسه بتاعت الاهلي عايز تدي المشهد للناس ان هو ماشي كويس ومفيش مشكله وده احتراف. طب ما هو برضه رمضان صبحي احتراف ماشي. وتاخدنا في حته لازم نتكلم فيها برضه، يعني اللي بيحصل مع رمضان صبحي ده لا يجوز. ايه اللي بيحصل مع رمضان صبحي؟ لا بص اعلام الاهلي
لا انا بسال والله المسلم. انا والله بسال حضرتك بجد والله. لا اللي بيسال مع رمضان صبحي ده ماله في اداء رمضان صبحي مع بيراميدز والاخفاقات الكبيره اللي حصلت له، هو ماله قلب الاهلي؟ قلب الاهلي ماله؟ يعني احنا النهارده بنتكلم على فكره مع الاحترام طبعا رمضان صبحي ان هو لعيب كبير ولعيب فارق مع بيراميدز وكل حاجه، بس انا النهارده رمضان صبحي طيب تمام لما يكون مثلا هقول لك ان رمضان صبحي خسر، ما طبيعي ما هو خسر فعلا. هو خسر جزء وكسب جزء، ما هو مفيش حد يكسب كل حاجه، هو كسب فلوس، خسر جماهيريه الاهلي ونجوميه الاهلي وحاجات خلاص بقى نقول اللي بيحصل معاه ايه، ما هو بيحصل لا لا اللي بيحصل بيحصل من السوشيال ميديا اللي مع الاهلي، وبيحصل منه من توجهات بتحصل من بعض مسؤولي الاعلام في الاهلي ماشي، اللي انت دايما المشهد اللي هو الهربان الخاين اللي مش معنى ما هو هو نفس المشهد ده مش عشان فلوس، واحمد فتحي مش عشان فلوس صح ولا غلط؟ خلاص كان الموضوع خلاص. هو دي الجماهير يا استاذ عمر، هي الجماهير كده، في الجماهير لازم اتفق على حاجه، ما هي الامور الامور واضحه، الامور مش محتاجه اللي انت تقولها، يعني مش محتاجه اللي انت تقولها، محتاجه ان انت تقول ان الاهلي شعبيه عريضه موجود معروفه، محتاجه ان انت تقول ان الاهلي جماهيرية طاغية ونجومية وحاجات كتير جدا بتفتح لك بسبب تواجد فلانة الاهلي، ده موضوع منتهي، ده موضوع في الاهلي موضوع مقابل ليه؟ ممكن تاخد فلوس اكتر في بيراميدز بس هتخسر حاجات كتير مقابل ليها في تواجدك مع النادي الاهلي او نادي الزمالك، صح كده؟ رمضان صبحي اللي بيتعرض كل شوية بص يعني مهما تيجي تبص على ارقامه ماشي كويس ماشي كويس مش وحش لا ماشي كويس طبعا ماشي كويس جدا بس هو فريق هو اختار فريق غلط بس هو لا مش غلط ولا حاجة، هو اختار اهدافه صح، هو هدي هدفك لا 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 معلش اختلف معاك جدا ليه؟ يعني انت حضرتك شايف انا شايف ان هو بص هو بص من وجهه في بس نقطه اقول هو لا لا هو نفسه كل واحد واختياراته يا استاذ عمر هو نفسه هو انت ممكن تروح في مكان رمضان صبحي لما اتسال معلش رمضان صبحي لما اتسال واتقال له انت رايح بيراميدز ليه؟ ولا اظن تصريح شهير ومعروف على لسانه اللي هو الطموح قال لك عشان الطموح غلط يعني ايه غلط؟ مش على لسانه عبر غلط يعني ايه عبر لا ما عبرش غلط ده ما فيهاش غلط ما هو بيقول لك الطموح ما ينفعش ما اصل انت تيجي تتكلم في الطموح هو بيقول لك الطموح الاهلي لما تيجي تتكلم انت في الاهلي اي حد هيضرب الاهلي هياخد بطولات لا لا اي حد هيلعب في الاهلي هياخد بطولات اوكي اتفضل هو شايف ان قصه ايه انا النهارده في الاهلي فممكن يكون الموضوع اسهل شويه لا انا طموحي ان انا اروح نادي ممكن يكون ايه في امكانيات وكل حاجه بس نادي لسه ناشئ فاحقق معاه البطولات فالموضوع يحسب لي بشكل موضوع البطولات ده كان تمام هو بيقول قال لك عشان طموح لسانه على لسانه هو فين الطموح بقى لازم نسيب حاجه بيراميدز في عهد مشوار تركي الشيخ حاجه ودلوقتي حاجه ايام تركي الشيخ كان تقدر ينافس على البطولات يقدر يكون موجود عندهم الهدف وكان ولا حاجه لا هو اداره كسب الاهلي اكتر مره كسب الزمالك عمل زي مش الفلوس لا طب الفلوس متوفره لما الاداره نفسها هي اللي على فكره اداره بيراميدز دلوقتي اداره بيراميدز يا عمر دلوقتي معلش يا زوما اداره بيراميدز دلوقتي بتدفع فلوس اكتر من اللي كانت بتدفعها دلوقتي يعني اللي كانت بتدفعها في وقت مش قصه تدفع قصه تدفع صح طب هو ده اللي بتكلم فيه يبقى ازمه اداره يا زوما مش ازمه فلوس يعني انا شايف ان مشكله بيراميدز دلوقتي مشكله اداريه انا النهارده ممكن اكون انا راجل معاك مشكله اداريه اداره نادي هي مشكله بالنسبه للكوره التربيطه اللي ماسكه فرقه الكوره انا معاك فيها يا استاذ عمر انت يعني دلوقتي مدير كوره قوي انت دلوقتي اخترت ناس انت اخترت ناس يعني انت لو عندك حسام ابراهيم مثلا موجودين في بيراميدز لا مش هيحصل كده انا بقول لك ساعه الاداره اللي فاتت لا كان في ناس في طب كابتن حسام ابراهيم كانوا موجودين لا يعني نجحوا من يعني كابتن حسام طبعا قيمه كبيره كابتن ابراهيم ولكن انا شايف ان هم ما اخدوش وقتهم كفايه يعني نجحوا ما نجحوش انا شايف ان انا تجربه كابتن حسام كانت صغيره جدا مع بيراميدز فانا ما اقدرش ان انا احكم واقول نجح او ما نجحش كابتن حسام لو كان قاعد كان نجح معلش كابتن حسام ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا فانا بتكلم بما يرضي الله بس التوقيت اللي هو ايه اوقات انت مثلا موجود في وقت الفرقه لا تتحمل تعادل لا تتحمل خساره يعني كابتن حسام نجح مع المصري صح ونجحوا في بيراميدز نجح ونجحوا برضه بس كانت تجربه صغيره انا 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 لو سالت كابتن حسام عن تجربته في بيراميدز يقول لي انا ما انا ما انا ما انا ما لحقتش احكم اربع خمس ماتشات ست ماتشات تمام فده اللي انا بتكلم فيه ولكن حضرتك في نقطه مهمه جدا حضرتك قلت ان رمضان صبحي تصريحاته هو عبر غلط هل رمضان صبحي ايوه صبع. بص لازم تتفق على حاجه تتفق او تختلف وجودك في الاهلي مدير فني لعيب هتاخد بطولات ده موضوع منتهي طب وهتاخد فلوس ايوه هتاخد فلوس هو بقى ممكن خد الفلوس الاول طيب أكتر. بس انت دلوقتي انا ممكن اسالك سؤال لازم تفهم حاجه كل واحد ليه حساباته طيب انا ممكن اسالك سؤال لا طبعا الاحترام لكل حسابات ماشي والله لا انا بس بنتكلم ان الهجوم عليهم طبيعي يعني يا استاذ عمر مبالغ خلاص مبالغ فيه ماشي خلاص يا استاذ عمر انا ممكن اسالك سؤال ده حضرتك لعيب في النادي الاهلي عندك 23 سنه انا بتكلم مثال دلوقتي انت هتكمل في النادي الاهلي 10 سنين كمان 10 سنين تمام هتاخد في السنه مبلغ هتاخد فوقيه اعلانين ثلاثه وهيجوا لك وانت عارف كويس قوي ان رمضان صبحي كان في الاعلانات هو رقم واحد طيب
انا مش بتكلم عن رمضان ايوه انا بتكلم في الاهلي تمام وان هو عمل اعلان اعلان قبل ما يمشي وزي ما حضرتك عارف اخذ مقابل وفلوس محترمه وحصل المهم يعني بعد كده بعد ما يبطل كان هيعمل ايه في النادي الاهلي كان هيمسك منصب ويفضل مكمل واللي موجود في الاهلي او الزمالك دايما بيكون رقم واحد في الساحه الاعلاميه دايما مطلوب الناس تتكلم عليه ويجيبه في برامج ويجيبه صح ولا غلط اي برنامج في الدنيا هتلاقي عدد اللعيبه من الاهلي والزمالك وبيراميدز مين اكتر عدد من اللعيبه اللي موجوده اهلي وزمالك تمام فانا بتكلم على استمراريه مش بتكلم على ان انت سيزون او اتنين او تلاته تبقى موجود في فريق وخلاص كده فانت لو جالك اهلي او بيراميدز او زمالك وبيراميدز انا شايف ان الانديه الجماهيريه اهلي وزمالك ماشي انت بتحسبها كده هو انت تيجي تتكلم طب حضرتك بتحسبها ايه حضرتك كشخصي كل واحد بيختلف في حسابات طب حضرتك بتحسبها ازاي وبتختلف في التوقيت طب انت حضرتك بتحسبها ايه يعني انت التوقيت ممكن ارفض كل الفلوس عشان كيان انت موجود فيه وممكن في وقت تاني تقل الموضوع تقل الفكره دي حضرتك معاني فكره انا برضه حضرتك ما قلتليش حضرتك كعمر الايوبي مع اني فكره انك اهلي بيراميدز زمالك بيراميدز تختار مين لا ما ينفعش كده طب اهلي وبيراميدز تختار مين انا مش في ظروفه انا مش في ظروفه عشان اقول نفس الكلام لكن اقول لك حاجه واحده بس هو واحد لما ياخد 33 مليون جنيه في الموسم 50 لا 33 50 بس لا ما يزيدش عن الرقم اللي بقول لك انا بص ما يعديش الرقم اللي بقول لك 50 لا لا مش 50 او 40 انا اسف 40 في 5 ب 200 40 40 40 مش هتفرق كتير عموما لما تدي الرقم ده والاهلي بيتكلموا في 5 و6 و7 زي ما مين ده هيتكلموا في كام ايه ده كان هيديله كام ايه ده كان هيديله كام مليون دولار مليون دولار مليون دولار مليون دولار لا كان في حاجه مليون دولار وفي متغير مليون دولار قال كده لما الواد مضى لا 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 والله العظيم لا كان عنده عروض اقوى من كده بكتير والله مليون دولار برضو يا عمر وحتى لو افترضنا مليون دولار يعني هو ده برضو اقول لك على حاجه هو ده في الرقم هو مش ده الموضوع بقول لك على حاجه هو الراجل راح خلاص هو الراجل راح هو مش ده الموضوع احنا بنتكلم دلوقتي على الانتقادات ليه او كده هو خلاص بقى طبيعي لازم انا عايز الناس تبعد عنه خلاص بقى تهدى ما حدش هيبعد عنه لا ده جمهور كوره يا استاذ عمر ده جمهور كوره انا الطبيعي النهارده لعيب مشي من عندي على فكره في العالم كله يعني النهارده ممكن لعيب ينتقل من برشلونه لريال مدريد بتلاقي جمهور برشلونه بيعمل ده طبيعي لازم لعيب الكوره يتحمل ده عبد الله السعيد هو صحيح لا عبد الله تحمل فتره وكان برضه يعني بص فتره كبيره كان ضغط وخلاص هو بعد كده ابتدى يفوق وابتدى جاله بقى عنده اتزان بقى ماشي كويس ماشي هو دي حساباته لا لا ماشي عبد الله السعيد عمره ما تاثر بالانتقاد هتاثر ومع ذلك يتاثر وما يتاثرش هي دي الكوره النهارده معلش يا زعمر النهارده الكوره ما فيهاش جمهور يعني النهارده ما فيش جمهور تمام يعني انت متاثر ايه بالسوشيال ميديا هي السوشيال ميديا تجري وراك لا بس السوشيال ميديا رهيبه ماشي ما بتجريش وراه ما انا هتعمل ايه بقى لما الناس دي هو هتعمل ايه لما الجمهور يكون في الملعب ما الجمهور لما يكون في الملعب لا خلاص بقى وتركز في لا انا مش شايف ان دي مشكله مع رمضان يعني رمضان انا شايف ان مشكلته الاساسيه من وجهه نظري يا عمر ان مشكلته الاساسيه ان هو اختار نادي غلط ده وجهه نظري ان هو النهارده حتى لو كان عايز يروح زي ما بيقول يعني طموح تاني او كده لا وعلى فكره عبره هو بقى احمد فتحي اقول لك على حاجه انا مش مستبعد اللي حصل مع احمد فتحي ده يتكرر قريب جدا 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 مع رمضان صبحي اقول لك على حاجه بقى رمضان صبحي حله الوحيد اللي فوق خالص يروح نادي الزمالك ليه نادي الزمالك هيروح هيخش مع جماهير مع شعب هيشجعه موجود معاه هيفرق معاه كتير جدا رمضان صبحي ما راحش ليه الزمالك طيب يعني بنسبه كام في المئة الزمالك ممكن يضم رمضان صبحي وهل اصلا الزمالك اللي مش عارف يجدد مع احترامي طبعا ليهم مش عارف يعني يجمع 2.5 مليون دولار بنتكلم النهارده عن ظروف ممكن بكره ما نعرفش الظروف ايه بس كده طب بص يا كابتن عمر انا اقول لك على حاجه تمام رمضان صبحي عمره ما هيلعب في الزمالك وانا اهو احنا اهو عمره ما هيلعب في الزمالك عارف ليه طيب هو دلوقتي لما واحد يروح من نادي من نادي مستقر علشان خاطر يروح لنادي ياخد فيه فلوس صح وضحى بالاهلي عشان فلوس طب ايه اللي هو هيخليه يضحي ببيراميدز علشان يروح الزمالك في الظروف دي يعني في الظروف المذبذبه حاجه واحده هو بيتكلم ممكن في المستقبل يعني مش انا بقول مستقبل اصل انت بتتكلم بعض لسه ممتد مع بيراميدز ماشي وظروف الزمالك حتى لسه فيها مشاكل مشاكل مش مفيش مشاكل بتستمر على طول مفيش وضع بيستمر على طول قائم يعني سنه اتنين تلاته زي ما يكون الموضوع هتلاقي الدنيا بتستقر وهو لسه صغير لكن هو يوم ما يروح الزمالك هيفرق كتير جدا بس عمر افتكر بس وافتكر كلامي ده في تغييرات كبيره جدا في بيراميدز الفتره الجايه تغييرات كبيره انا قلت لا سيبك بس من التغييرات بقى ممدوح يمشي وهنشوف لا ما قلتش انا لا سيبك بس من الاداره ولا لعيبه لا طب ايه التغييرات كده كمان قول لي قولا واحدا لا الموضوع اكبر من كده والنادي ده اساسا هيبقى يعني ادارته كلها هتختلف بشكل كامل 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 احسن ولا وحش لا انا شايف طبعا احسن بكتير يعني هيروح في حته مختلفه يعني المفروض الدنيا تتعدل عن كده وانا شايف ان اي وضع احسن من اللي هم فيه دلوقتي يعني اي وضع بالنسبه للاداره الحاليه الاداره طبعا اللي بتدير الكوره طبعا انا شايف ان اي وضع تاني افضل بس انا باكد لك ان في خلال فتره قريبه جدا يعني هيتم الاعلان عن حاجه يعني مش هينفع اتكلم عنها دلوقتي طب انت فاكر انا كنت اتكلمت من شهرين او من شهر ونص وقلت ان بيراميدز الشكل الجديد ان هم هيجيبوا مدير رياضي اجنبي ومع حد من الامارات هيبقى مساعد ليه وهيجيبوا نجم كوره
وانا عارف هو مين بس انا مش هينفع اقول هيبقى موجود وانا حلف نجيب الكره لبقيه هيبقى مدير كوره يعني عندك مدير رياضي هو عارف جزء من حزمه الكهرباء بس ما يعرفش كل الكهرباء مدير الكوره ده استنى بس ينفع انت يعني عندك بس ممكن ينفع لحظه بس والله زي ما توقعت كده مدير رياضي اجنبي هو مساعد معاه من الامارات ماشي ونجم كوره مدير كوره هي هم هي فرقه عايزه انا بقول لك والله انا بقول عايز كل حاجه والله انا بقول لك والله انا عارف بس هم مستنيين ايه عايزه مسؤول هم مستنيين كده مستنيين عمرو بسيوني كويس انا بس ده رايي فاهم لكن اقول مين ممكن يبقى الصقر مثلا لا لا حد تاني اهلي برضو صار يجي رئيس نادي عمرو يلا نغير الموضوع بقى خلاص كده عشان ما يوقعناش في الكلام طيب جبت خلاص يعني عرفت يعني الزمالك بكره هيعمل ايه مع الوالدين ان شاء الله والله ماتش صعب ماتش صعب, صعب ولا مستحيل فرص الزمالك صعب ولا مستحيل سؤال بساله بقالي يومين صعب ولا مستحيل لا ما فيش مستحيل في الكوره صعب صعب جدا لا تمام صعب عادي. بس عادي ماشي. عادي جدا يعني التصريحات اللي طالعه من يعني لازم تبقى الناس فاهمه ان هو الزمالك لازم يكسب الماتشين والديه ويكسب تونجيت الزمالك فرقته كويسه انا ما زلت مقتنع ان فريق الزمالك تقدر تعمل كل حاجه بس الموضوع مش في ايديهم يعني حتى انت لو كسبت الماتشين انت الموضوع مش انت هتعتمد بقى ان لازم الترجي يكسب لازم نتائج الاخرين اعتقد الكلام اللي طالع من الترجي ان هم هيلعبوا بجديه والترجي يعتبر احسن فرقه في المجموعه حاليا لغايه دلوقتي الترجي احسن فرقه في المجموعه صح؟ يعني حاليا امبارح كان معايا كابتن وليد صلاح عبد اللطيف سريعا عشان اروح للعراق اساله على موضوع مازيمبي وخروجه وكده كابتن وليد قال لي ان ممكن الجزائر مارديت الجزائر والترجي التونسي يتفقوا مع بعض على اخر مباراه ان هم يخرجوا بالتعادل علشان يخرجوا الزمالك علشان الزمالك منافس قوي ده كلام منطقي جدا ده كلام منطقي انا اختلفت معاه لا 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 انا بالنسبه لي لا مش لا مقتنع معلش مع احترامي طبعا قلت لك التصريحات اللي الزمالك يكسب ماتشين والتصريحات اللي طالعه من تونس ان الترجي هيلعب بجديه وان هو هيقاتل على الماتش عشان اسمه وعشان شكله وعشان التصريحات حاجه ولما اجي افكر في الواقع ان انا يبقى عندي فريق زي الزمالك فريق بطولات اللي هو وصيف البطوله الاخيره يا كابتن عمر ازاي ان انا هتفق عشان اخرج الزمالك عشان ما يخرجنيش بعد هو كده هو مش هيتفق هو هيرجع يعني نفسه يعني هو كسب معلش اصل كان برضه مش منطقي السنه دي موضوع مختلف هو كسبان الترجي الزمالك رايح جاي ما ده اللي انا قلته امبارح يعني هو السنه دي كسبان الترجي الزمالك رايح جاي هو كسبان الزمالك مش هو السنه فاتت هو كسبان الزمالك السنه دي مش هو السنه هي اللعيبه دي عندها مشاكل لو اتحلت ممكن الامور تختلف زي ما انت لسه بتقول بيرمز او غيرها الامور بتتغير في لحظه الاهلي من موسمين كان مش موجود ضايع في الموسم اللي هو بتاع بيرمز ده في شهر واحد عدل كل الامور وخد الدوري بعديها لو انت فاكر الامور بتختلف كل شيء وارد التغييرات فيها مازيمبي خرج من البطوله وضع الزمالك الاول بس موقفه ايه انا شايف يعني الزمالك هو يعني هو حط نفسه في مشكله كبيره طبعا دلوقتي بس انا شايف ان يعني ما عندهمش حاجه يخسروها يعني مفيش حاجه هو ما عندوش حاجه لازم يلعب على لا هو ما عندوش حاجه يخسروها يعني انت كده خلاص انت دلوقتي في حكم الخارج من البطوله تخرجت من البطوله خلاص بقى العب ماتشين بقاتل عليهم اكسب ماتشين المولوديه على فكره انت تكسب المولوديه في المولوديه الموضوع مش صعب المولوديه لحد يعني السنه اللي فاتت ما كانش الفريق المرعب يعني هو حاليا ظروفه خالص فريق عادي جدا فريق عادي يعني فانا شايف ان الزمالك يقدر يكسب والزمالك يقدر طبعا يكسب فريق ده طبيعي جدا بس الموضوع طبعا متوقف على نتيجه مباراه الترجي والمولوديه وانا شايف ان عمر الترجي طبعا ما يعمل كده ولا عمره يتهاون في المباراه لان ببساطه يعني حتى لو هو كان يعني زي ما انت بتقول فكره ان هو يبقى قلقان من الزمالك لا القلق مش زي السنه اللي فاتت خالص الزمالك طبعا بتاع السنه اللي فاتت هو كان قلقان في الماتش الاولاني هو كسب الزمالك اول ما كسب الاولاني خد لا هو كسب الزمالك راح جاي يعني وكسبانه في ارضه وفكره ان الزمالك يتغلب على استاد القاهره لا يبقى في مشكله او انت على الاقل كترجي لا انت شايف ان انت اعلى فنيا يعني انت كده معنى ان الزمالك يتغلب رايح جاي ويتغلب في استاد القاهره لا هو في ماتش القاهره كان افضل فنيا من الزمالك ماشي بس في النهايه كابتن عمر للاسف يعني ممكن يكون الزمالك مثلا الترجي احسن بس الزمالك كسب في الاخر انت عارف ان الثلاث نقاط هم المهمين عشان كده هو الترجي كان افضل لا الترجي كان افضل لا حضرتك بتتكلم على الماتش الاولاني حضرتك قلت الزمالك كان افضل في الشوط الاول وانا اتفق معاك تماما الماتش اللي هو هناك في تونس في تونس الزمالك كان افضل ماشي بس هو في الاخر هو قدروا يكسبوا ماشي هم خلاص من عقد الزمالك كان عامل لهم ثلاث ماتشات ورا بعض اربع ماتشات وان طيب. عملتها كويسه مازيمبي خرج ووضع دوري ابطال افريقيا 2021 خلاص جه الزمن ان مازيمبي ما يبقاش بنفس القوه اللي موجود فيها وممكن ده يساعد النادي الاهلي لو وصل لابعد مدى ممكن يحقق بطوله افريقيا ولا انت شايف ان في الوداد سان داونز هم المنافسين الجدد للاهلي على لقب النسخه الحاليه؟ لا مازيمبي اساسا مش والترجي موجود مازيمبي انا شايف ان الوداد مازيمبي لا الترجي لا الترجي طبعا الترجي قوي الوداد طب مين اقوى الترجي ولا الوداد؟ الترجي الترجي طبعا لا داونز. انا شايف سان داونز طبعا بس لا سان داونز ولا الترجي؟ سان داونز انا شايف سان داونز لا سان داونز انا شايف ان بالترتيب انا شايف كسب مازيمبي بره وجوه لا انا شايف سان داونز بالترتيب سان داونز الترجي الوداد بس برضه ده مش يعني القصه ان مازيمبي اساسا بقى له فتره مش هو مازيمبي يعني مازيمبي مش هو الفريق المرعب يعني بس برضه فاهم بس اقصد زي ما انت قلت مرعب يعني لا يعني نيجي نحسبها دلوقتي اخر في دوري ابطال منه خدها
اهلي اللي قبلها الترجي اللي قبلها الترجي صح؟ يعني انت بتتكلم ان انت والوداد تقريبا قبلها البطوله اللي ماشي فاتت ماشي اللي قبل اللي فاتت دي ايه؟ انت بتتكلم خمس ست سنين مازيمبي شمال افريقيا بتعرف تحشم لا انا بتكلم قبل الوداد المازيمبي بعيد وداد الترجي الترجي الاهلي فانت مازيمبي اساسا بره الموضوع ليه انت دلوقتي اللي بينافس اخر البطوله دي انت يعني مربع الذهبي كله كان اثنين مغرب بص يا عمر بص يا عمر البطوله السنه دي مش هتخرج عن الاهلي صن داونز الترجي والوداد والله العظيم لا انا بقول لك يا ابن ايوب الكعبي مش طبيعي الزمالك لو عدى الزمالك لو عدى الزمالك بالنسبه استاذ عمر الوداد مش عايز يدخل وداد لا لا انا بقول لك انا اترجى انا اتفق معاك اعتبرها بقى توقعات يعني بقول لك بص بالترتيب كده ايوب الكعبي مش عاملين فرق مع الوداد لا لا بالترتيب كده بالترتيب بس انا مش يعني مش عارف حسب بقى طبعا الايه مين هيلاعب مين الاهلي الاهلي صن داونز تمام انا معاك والله افتكر بقى كلامي الوداد لا يا ابني لا لا الزمالك لو عدى المرحله خاصه احنا بنقول الزمالك بالمسابقه دي عشان هو مش في ايده الموضوع طبعا الزمالك لو دخل اكيد بس طبعا انا شايف الموضوع صعب لو الزمالك دخل اكيد طبعا في المنافسه بس انا شايف ان هو ده الترتيب يعني الاهلي طبعا وعنده فرصه ذهبيه زي ما بيقولوا ان هو يحافظ تاني على البطوله لان قوامه زي ما هو قوامه بتاعه ما تاثرش تقريبا البطوله الاهلي خدها هي فرقته مفيش اي تقريبا مفيش ولا لعيب خرج بالعكس انت دعمت ودعمت اللعيبه اقوى تمام عندك مدرب مكمل معاك اللي خد البطوله فانت عندك فرصه ذهبيه ان انت تاخد البطوله المره الثانيه وتروح كاس العالم للانديه. انا قلت خبر في الاول ان بكره بعد الماتش هيتم الاعلان عن لجنه جديده بتدير نادي الزمالك. ثلاث مراسم. معلومه ولا توقع ولا لا خبر. لا ده خبر رسمي. يا كابتن عمر احنا اتعودنا ان انتوا دايما ما نطلعش نقول حاجه غير لما يكون في خبر اكيد. لا ما انت معاك طعم اعداد قوي يعني راقي وفاهم. رجالتك واحنا رجالتك برضه. طيب عايز اعرف راي حضرتك ثلاث مناصب مدير تنفيذي مدير نشاط راديو مدير مالي كابتن حسين لبيب الاستاذ طارق حشيش لو حصل كده وفقا للدكتور حسين السيد اللائحه لان اللائحه القديمه اتلغت ماشي انت مش حالك انا بتكلم على ان دلوقتي وهيتم يعني وهيتم ان شاء الله فتح باب الترشح للانتخابات اللي جايه حسين لبيب من شهر 7 اللي جاي على ان يتم اجراء انتخابات الزمالك ان شاء الله في شهر سبتمبر عايز اعرف راي حضرتك في رحيل اللجنه وقدوم لجنه اللجنه برضه زي بعض لجنه طيب هيتم لجنة. طب خلاص لجنة. خلاص اقول لك على حاجه جديده اقول لك على حاجه اجدد هيتم تشكيل وتكوين لجنه مسؤوله عن اداره كره القدم من ضمنها نجوم وعلى راسهم الدكتور محمود سعد يعني لجنه خاصه بكره القدم فيها 3 4 نجوم على راسهم الدكتور محمود سعد غير اللجنه اللي موجوده او اللي انا عندي بصراحه رد في الموضوع ده يعني او رايي يعني حضرتك عندك دلوقتي لجنه دير الكوره يعني لجنه دير الكوره عندك حضرتك لجنه دير النشاط الرياضي وعندك شخص مسؤول عن الامور يعني الماليه اتكلم بس في النقطه دي وشخص مسؤول عن المدير التنفيذي لا اصل النقطه دي بس النقطه دي بالذات مش منساها كلام لما اتكلم هيزعل ناس اصلا طب قولوا قول اولا انت هتمشي لجنه هتجيب لجنه كل شويه بعضه طب ما خلاص الانتخابات يعني قررت يعني انت ما جبتش برضه ما انت ما تجيب لجنه جيب فيها لجنه ناس بقى يعني جيب ناس تنفع تدير يعني كانت عايزه تدير حد يقول مش هخش الانتخابات ويمسك ماشي يعني من الناس اللي هي مثلا بره موجوده يعني فاهم لو افترضنا انت استمرت في كده في الوضع ده يعني ماشي جيب بقى احمد سليمان ينفع حد من بس ما حدش يعرف يجي يمسك ثلاث شهور اسامي كتير ممكن تيجي ما حدش يعرف يمسك ثلاث شهور ما بقول لك مش هيخش انتخابات لا هيخش كل دول هيخش لجنه الكوره بقى وتقول لي محمود سعد لا يبقى احنا كده برضه هنقعد نعجن برضه تاني لا انت لازم تجيب لجنه ليها معايير واضحه فيها نجوم واضحه مش تجيبه بس ماشي فيها جزء صح اللي اتعمل في اللجنه اللي قبل كده اللي كان فيها اشرف قاسم وعبد الرحمن حليم يعني كان فيها تضارب انت تجيب ناس تاخد فلوس عشان تتحاسب ماشي بس انت لجنه طبعا فاروق عفر ما زلت مقتنع فاروق عفر قيمه كبيره موجود لازم ماشي في ممكن تضيف اسامي تانية تضاف ماشي ايمن منصور وليكن ايمن منصور اسامي تانية يكون لها كابتن احمد رمزي ايه نظام لا احمد رمزي ده وضع تاني عشان هو قاعد في الكويت وحياته كلها مقيم في الكويت لا انت محتاج ناس عايشه هنا وليها دور كلها شخصيه وكل ليها كاريزما ممكن كابتن احمد رمزي يجي يعني ممكن يرجع صعب صعب هو مقيم هناك وبيجي ينزل اجازات بس يعني لكن عموما هي كل الحاجات احنا بنتكلم في 3 4 شهور يعني غير مربوط تبان الصوره هيمشي ازاي في اداره الزمالك. طيب منتخب مصر رايك في الاداء امام جزر القمر علشان لازم اسالك في اداء انا عايز اتكلم فيه. طب انا اسف. طيب إيه؟ الحته بتاعت القصه بتاعت اللجنه اللي هتيجي تدير الكوره. ماشي. ده طبعا ده لو حصل بنسبه 100% ده خطا كبير جدا تاني بيقرر تاني. احنا اتكلمنا لو تفتكر لما تعينت الكابتن ايمن يونس وكابتن اشرف قاسم وافتكر قلت لك الصلاحيات هتبقى متضاربه ما ينفعش تجيب ناس زي بعض فاروق جعفر ما ينفعش تجيب ناس زي بعض تقول لهم يا جماعه ديروا
مفيش سفينه بيقودها 50 ظابط. هو ما ينفعش، هو واحد. انا النهارده اسلم الكوره، ما اعرفش يمكن القرار يبقى كده، احنا برده مش عارفين صيغه القرار. انا بتكلم لو القرار الطبيعي النهارده هدي الكوره كابتن فاروق جعفر، يا كابتن فاروق جعفر اختار معاونيك او اختار الناس اللي هم هيبقوا مسؤولين عن الادارات تحتيك او مسؤولين عن الكره تحتيك. بس فكره ان انا اجيب كابتن فاروق جعفر، كابتن ايمن يوز، كابتن اشرف قاسم، او يعني او اللي على شكلتهم يعني، واقول لهم ديروا يا جماعه، ده مش طبيعي. لان كل واحد فيهم، كل واحد فيهم ليه رؤيه، وممكن تبقى رؤيه صح بس هيختلفوا زي ما حصل، وناس تقدم استقالتها وناس تمشي، يبقى انت بتقرر الموضوع تاني من اول وجديد. فلازم انت النهارده اللجنه اللي هتيجي دي ان شاء الله باذن الله الجديده لنادي الزمالك تيجي تدي الكوره لشخص، الشخص ده يختار اللي يعاونوه باي شكل من الاشكال. انا شايف ان انا المفروض اجيب فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. وياخد صلاحيات، بس هجيب 4-5 تاني هتكرر نفس الماساه تاني، وهتلاقي برده وابل من الاستقالات الفتره الجايه. عايز بقى تتكلم عن المنتخب ايه؟ رايك في النني ورايك في اداء منتخب مصر قدام جزر القمر، هل انت راضي عن اداء منتخب مصر غير مباراه كينيا؟ انا راضي عن اداء منتخب مصر، اداء منتخب مصر كان كويس جدا خصوصا في المباراه. انا اسف ان انا ضايقتك بالسؤال. لا سؤال، لا اصل احنا اصل معلش احنا النهارده المنتخب صعد وادى المطلوب منه تمام، وظهر بشكل كويس جدا في المباراه الثانيه. ممكن يكون في تحفظ على في الاداء في مباراه كينيا، بس احنا بس عايزين بس ايه نقول حاجه مهمه جدا. يعني تاثير الجهاز الفني، دي لعيبه بتيجي قبل المباراه بثلاث ايام، ده اللعيبه اللي هم مش دوليين، اللعيبه الدوليين بيجوا قبل المباراه ب 24 ساعه. فانت ما تطالبش المدير الفني بانسجام وتاقلم وكده، انت هتحاسبه في الاخر على ايه؟ على نتائج. هو المنتخب لما طول 10 ايام بقى فيش طبعا لو انت فاكر الاسبوع يا استاذ عمر، اللعيبه الدوليين. لكن هو انا هقول لك على حاجه بصراحه، عشان تخطوا قبل كده بس اقول لك هو راجل حقيقي. انا هقول لك بصراحه حصلت مرتين في مباراه كينيا، اللي هي قبل كينيا كانت مباراه ايه؟ توجو بره وجو على ملعب مكسبنا 1-0 كان الاداء وحش صحيح. لما مزبوط. المنتخب سافر هناك كسب 3 والمنتخب كان كويس جدا عشان قعد اطول فتره زي ما انت بتتكلم. كينيا وجزر القمر ماتش كينيا ما كانش كويس، جزر القمر. انا عايز اقول لك على حاجه، انا عايز اقول لك على حاجه عمر كمان، ال 10 ايام دي كمان فتره قليله شكل حاجه يعني. لا دي حتى الفتره دي اللي هي اللي احنا بنحسبها كبيره. التاريخ بيقول ايه؟ التاريخ بيقول لك ان منتخب مصر دايما مع المعسكرات الطويله بيقدم شكل كويس. لا هو التاريخ بيقول كده. انا النهارده الجهاز الفني لما يكون معايا لعيب 10 ايام طبيعي جدا افضل ما يكون يومين، ده طبيعي. بس انا عايز اقول لك كمان ان فتره ال 10 ايام فتره قليله، فالجهاز الفني على فكره بيبقى عليه يعني مسؤوليه كبيره جدا، غير قصه الانسجام. انا برده مش هخلي لعيبه ده جاي من الشرق وده من الغرب ينسجموا في يومين ثلاثه، انا مش ساحر تمام. الا بقى بمباريات كبيره، خصوصا بقى كمان معلش اكمل النقطه دي، خصوصا كمان بقى في فترات مثلا زي ان مفيش ماتشات، بتقعد مثلا بالخمس ست شهور مفيش ماتشات تمام، يجيبوا الانسجام منين؟ اللعيبه دي ما بتلعبش مع بعض خالص. يعني اخر تجمع للمنتخب قبل كينيا كان امتى؟ تتكلم في 4-5 شهور تقريبا، 4-5 شهور تقريبا، في ظل ازمه الكورونا، في ظل ان انت اساسا عندك مشاكل في اماكن وفي مراكز بتحاول تجد لها لعيب. يعني الحمد لله كان عندنا مشكله في راس حربه، مصطفى محمد حلها شويه. عندك مشكله لسه لحد النهارده في المساكي بيلعب جنب احمد حجازي لسه مش مستقر عليه. عندك مشكله في الباك الشمال، عندك مشكله في الباك اليمين النهارده محمد هاني لو مش موجود مشكله كبيره. يعني انت عندك مراكز، حتى صانع الالعاب، انت صانع الالعاب كان عندك اللي بيلعب طول الفترات اللي فاتت عبد الله السعيد، دلوقتي ابتديت تدخل قفشه، وقفشه هو اللي بقى اللعيب الاساسي. ده مش سهل ان انت تدخل لعيبه في منتخب كبير زي منتخب مصر تدخلها بالشكل ده. انا النهارده شايف ان كابتن حسام بدري والجهاز الفني يحاسب على النتائج. نتائجه عامله ايه دلوقتي؟ نتائجه جيده جدا لحد النهارده، احنا ما اتغلبناش ولا مباراه، صعدنا لنهائيات بطوله افريقيا، داخلين على نهائي كاس العالم. لازم ندعم المنتخب، لازم نقف وراه. شايف الفتره الجايه مهمه جدا جدا لمنتخب مصر. قصه محمد النني انا شايف هي تم يعني بصراحه تضخيمها بشكل كبير جدا جدا. وهو الراجل كمان يعني في المباراه الاخيره في قصه القائد انت الشر هو بنفسه لمحمد صلاح. يعني احنا ممكن نكون احنا بنكبر مواضيع كتيره جدا وهي بين اللعيبه صغيره جدا. احنا قعدنا نتكلم على الشار وقعدنا نقول ان البدري، لا قعدنا نقول ان كابتن حسام بدري بيستبعد عمرو السوليه وبيستبعد النني من التشكيله عشان يدي الشاره لمحمد صلاح. طب محمد النني كان في الملعب وهو القائد. عمرو السوليه كان كابتن. عمرو السوليه كان كابتن. لا انا بقول لك كمان على التنازع. ما هو انت قلت ان كابتن حسام الناس قالت ان هو استبعد عمرو السوليه كابتن ولعب كابتن، ومحمد النني كان المفروض يلبسها وراه قالها وده لمحمد صلاح. الحاجه اللي احنا قعدنا مصر نلف مصر كلها عليها 4-5 ايام، محمد النني معلش واللقطه بتاعت محمد صلاح دي يعني اللي هو بيقول لكم ايه؟ اوتس تي. اوكي انا شايف ان المنتخب انتقدناه قبل كده، لكن هو ماتش جزر القمر قول لي مصر، منتخب مصر يعني حسام بدري طلع بفوائد كتير جدا فيها. رقم واحد موضوع محمد صلاح، السبب الرئيسي لنجاح المنتخب ده وجود محمد صلاح. انت المنتخب كان ناقصه قائد، القائد بقى موجود، وجود محمد صلاح فرق كتير. مش بالشاره مصطفى محمد، مش بالشاره مصطفى محمد، بس فرق ان انت بص اللعبه مجمعه بعضها. لقطه النني دي فيها جزء نفسي بيقول لك الروح الحلوه، الروح الحلوه دي كانت سبب انتصارات كابتن حسن شحاته وسبب انتصارات الكابتن الجوهري. دي حقيقه ماشي. انت عندك في الماتش ادى فرصه ان هو لاعب مجموعه كبيره جدا من اللعيبه،
ودي مهمه جدا. مصطفى محمد ماله مصطفى محمد؟ مصطفى محمد يمكن لعب المباراه الاولانيه ما سجلش، المباراه الثانيه ما لعبش، هل انت شايف ان الكابتن لا عادي 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 لا عادي جدا عادي جدا وخلاص، هي خلاص معروف ان مصطفى محمد هو مهاجم رقم واحد خلاص، هو استقر عليه وعايز يشوف له بديل، خلاص هو معروف لازم يدور على بديل، واعتقد ان محمد شريف خد فرصه لو يقدر ينافسه كمان وهيكون موجود، هو لازم يكون منافس ماشي هيكون موجود. المشاكل الثانيه اللي هي الجزء الداخلي ده، بس هو طول الوقت هيتعرض لانتقادات، ما فيش مشكله، كل الناس اللي نجحت اتعرضت لانتقادات لغايه اخر لحظه، لغايه لما حتى حقق الانجازات في وسط ما بيحقق الانجاز بيتم انتقاد، لكن المنتخب انا شايف ان هو حقق مكاسب كبيره جدا، المفروض بقى كلنا نقف وراه، خاصه بقى تصفيات كاس العالم الموضوع مش هيبقى فيه هزار. استاذ عمر انا بشكرك على وجود حضرتك معايا، شكرا جزيلا. انا بشكرك يا سلام، وانا سعيد معاك والله، كل سنه وحضرتك طيب، رمضان هرب. يجيبني انت في احيانا بنسبه كبيره احيانا ما تجيش بنسبه كبيره لا والله احيانا والله حضرتك اتشرفت ومنورني وبستمتع بوجودك والله العظيم. لا سعيد والله، ربنا يخلي حضرتك. بشكرك استاذ محمد عراقي. انت وعراقي طبعا، ربنا يخليك. بشكرك طبعا. احنا لسه متصدرين يا جماعه على ترند تويتر، عمر هيثم عربي مع عمر ربيع، يعني ساعتين كاملين الحمد لله موجودين على تويتر بشكل قوي، حتى في وجود عراقي والاستاذ عمر، فدايما ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم ودايما نكون متواصلين معاك، ربنا يخليك استاذ عمر، وهنشوفكم ان شاء الله بقى يوم الخميس اللي جاي اخر اسبوع قبل رمضان، علشان يعني نحاول كده نلم كل المواضيع العراقي اللي موجوده استاذ عمر ان شاء الله، قبل المواضيع اللي موجوده قبل ما نودع حضراتكم مؤقتا لبدايه شهر رمضان المعظم والمبارك. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.